لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله، ولا يخشى على نفسه مع قدرته على النفقات وتبعات الزواج. هذا نقول له: أنت ندبت رغبت، وإن كان الأصل فيه أنه مستحب، لكنك ندبت إليه لوجود الشهوة عندك، وإن كنت متمكن من نفسك بالصيام مثلا أو بالطاعات ولديك النفقة يعني وتستطيع، إذن هو في حقك مندوب إليه. ثانيا، وقد يجب الزواج أحيانا، وهذا مثلا عند قد وعند العين بالصيام أو بغيره مما يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله تعالى. هذا النوع من الناس يجب عليه أن يتزوج، لديه قدرة ولديه شهوة، ولا يستطيع أن يكبح جماحها بالصيام ولا بغيره. الشريعة تقول: أنت يجب في حقك أن تتزوج لإعفاف نفسك. ويعني أشاروا إشارة لطيفة، قالوا: لأن هذا قد يقع في الفاحشة، وعندنا كشرع ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والشريعة حرمت الوقوع في الفاحشة، إذن يجب عليه أن يتزوج. نعم. ثالثا، ويكون الزواج مباحا، أي يستوي فيه الفعل والترك، مباح، أنت مخير فيه. متى؟ في حق المسلم الذي لا تتوق نفسه يعني للزواج أو للشهوة، مع عدم الخشية من الوقوع في الزنا، ويكون زواجه من باب الأنس مع إلزامه بإخبار من يقبل على الزواج منها. ده مين ده؟ ده ما له مواصفات خاصة، هو نفسه لا تتشوق لهذه الشهوة أو لمجامعة الزوجة مثلا، ولا يخاف أن يقع في الحرام. الزواج في حقه مباح، بمعنى أنه ممكن يتجوز ممكن يتجوز، الخيار له هو، لكن يشترط إن اختار أن يتزوج للأنس بزوجة تقوم على خدمته ويتسلى بها وتتسلى به، شريطة أن يخبرها أن لا رغبة له في الجماع مثلا، لأنه حق لها فيه، فإن وافقته أن تتعايش معه على هذه الحالة فالزواج في حقه مباح، تجوز ما فيش حرج، وإن ترك لا حرج عليه. رابعا، وقد يكون مكروها، الجواز في حق البعض قد يكون مكروه. قالوا: هو الرجل الذي لا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، ويخشى من التقصير، احتمالات التقصير في حق الزوجة سواء في الفراش أو في النفقة، في الفراش لعدم الرغبة عنده في ذلك، والنفقة هو يعني ليس متيقنا، لديه خوف من التقصير أن يقع في ظلم، أو لكونه متزوج بغير بواحدة ويفكر في الأمر في الزواج من الثانية، فهذا يقال له: إن خشيت الظلم فالزواج في حقك مكروه، لتمنع نفسك من الوقوع في الظلم. وهذا حال كثير يا إخواني من الشباب، يفشل في إدارة بيت فيه زوجة واحدة، لا يحسن إدارة البيت ثم يفكر في الثانية، وهو يرى من نفسه الضعف أمام الأولى وسلطان الأولى، فالظلم بين، مش يخشى فقط، الظلم بين، فيقبل على الزواج دون أن يأبه بهذه يعني اللطيفة الشرعية، فيقع ما كان يخشى. فلذلك نقول لهذا: الزواج في حقيقة مكروه إن كنت تخشى على نفسك الظلم، فترك أولى بالنسبة لك. وقد يكون الزواج خامسا محرما، حرام أن أنت تتجوز. معقولة في واحد حرام يتجوز؟
من هذا؟ قالوا عندما يتيقن من يريد الزواج أنه سيقع في الظلم لعدم القدرة على أداء حق الفراش ولعدم القدرة على أداء حق النفقة، فهذا ولا شك محرم ظلم، ولذلك هذا يحرم عليه أن يتزوج حتى لا يقع في الحرام. ولذلك لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، يعني هو لا يملك القدرة ولا لديه مثلا الرغبة ومتيقن هو من ذلك ثم يتزوج، يعني هذا يفضي إلى حرام، ولذلك ما أفضى إلى الحرام فهو حرام. مسألة: ماذا إذا اجتمع سببين مختلفين يقضيان بحكمين شرعيين مختلفين؟ يعني لقينا واحد ممكن نقوله من النوع اللي يحرم الزواج في حقه وفيه حاجات تانية يجب الزواج في حقه، أيهما يقدم، الترك ولا الفعل؟ الترك، لا يتزوج، لأنه إذا توافر فيه ما يؤدي إلى الحرام وما يؤول به إلى الواجب نقول له أنت الأولى لك، لأن ترك الحرام مقدم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، خلاص ده قولا واحدا ماشي، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يعني كما في قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فهذا أمر في غاية الأهمية. نعم، على الجملة يا إخواني، هذه أحكام شرعية مبثوثة تحتاج إلى تفصيل في مواطنها في كتب الفقه، لكن على الجملة الناس يختلفون، ليسوا سواء في هذا الباب، منهم من في حقه مندوب، منهم من في حقه مستحب، منهم من في حقه مكروه، منهم من في حقه واجب، منهم من في حقه حرام. إذن المفروض قبل أن تقبل على الزواج تنظر في نفسك أين أنت، حتى لا تتزوج لتأثم أو لتقع في المحظور، يعني كن واعيا لهذه المعاني الشرعية، لأننا على الجملة نقول الزواج ميثاق عظيم، ميثاق عظيم جدا جدا جدا، له مكانة وله حرمة في دين الله عز وجل، كما جعله المولى تبارك وتعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، يعني كميثاق الأنبياء، ميثاق التوحيد المعروف، شوف جعل ميثاق الزواج بهذه المكانة العظيمة، قدم على سائر العقود الأخرى لأهميته ولما يترتب عليه من أمور كما سنبين. ولذلك الواحد قبل أن يتزوج يفكر في هذه المسألة، كيف سيستثمر الزواج ليكون مشروع استثماري مربح يخرج منه مستفيدا متعبدا إلى ربه، يعان على الطاعة أكثر، يؤدي ما عليه من واجبات وحقوق. إذن هذا في نظري نستطيع أن نسميه دراسة جدوى. إيه رأيك في دراسة الجدوى دي؟ تعمل مشروع بتعمل دراسة جدوى، اعمل دراسة جدوى أنت فين، وضعك، كنياتك، صحتك، إلى آخر هذه المعاني المهمة، حتى لا تقع في مثل يعني ما يقع فيه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني حاجة أنت استحلتها بكلمة ربنا، بحق ربنا، بميثاق ربنا، يبقى لازم تكون دارس كويس ومرتب أولوياتك كويس عشان لا تقع في المحظور. نعم، ولعلنا تأتينا يعني دراسة مفصلة بعد أن نفرغ من الكتاب في مثل هذه الأمور بشيء من التفصيل، لأن الإمام هنا مر عليه مرورا سريعا، سنحاول نقف على ما يحتاج إلى يعني توضيح وبيان. يقول: لا يختلف العلماء في النكاح في أن النكاح مستحب مندوب إليه كثير الفضائل وفيه فوائد، أي الزواج فيه فضائل وفيه فوائد، معنى مهم جدا، يعني فيه فوائد وفيه فضائل، هذا لمن قام بدراسة الجدوى كما ينبغي ليؤدي الأداء المتميز. قال: منها الولد، أي لو لم يكن إلا من الزواج أن ترزق بالولد، والولد هنا تطلق على الذكر والأنثى،
لأن المقصود بقاء النسل، وفيه موافقة محبة الله تعالى بالسعي في ذلك ليبقى جنس الإنسان. ونضيف: وعمارة الأرض وتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. يعني من ضمن النوايا الجميلة أنت تتجوز بها أنك تريد بقاء النوع وبقاء النسل وعمارة الأرض وتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. شوف، مشروع مثمر في الحقيقة، تربح من وراه ربحا عظيما إذا استحضرت هذه المعاني، مش لمجرد تفريغ الشهوة، إن كان هذا جملة قد يدخل في النية حتى تؤمن نفسك من الانحراف، لكن الأصل أن يكون لديك رغبة في عمل يحبه الله عز وجل من بقاء النسل، بقاء النوع، عمارة الأرض، تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. ثم يقول: وفيه طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكثير من به مباهاته صلى الله عليه وسلم. هو يرمز للحديث المشهور: تناكح وتنازل أباهي بكم الأمم يوم القيامة. بعض أهل العلم صح الحديث، وبعضهم حسنه إلى آخره، وبعض العلماء له في مقال، لكن الراجح أنه حسن. قال: وفيه طلب التبرك بدعاء الولد الصالح. أظنه يشير إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، اللي هي منها إيه؟ ولد صالح يدعو له. ولكن لو لم تتزوج إلا لذلك، ليكون لك ولد كعداد حسنات بعد موتك، فهذا جميل، فهذا طيب، لا تضيع فرصة، لا تتركها، فاحرص على هذه الفرصة. ثم يقول: والشفاعة بموت الولد الصغير. بس خلي بالك، ما تتمناش ان انت تخلف عشان يموت عشان يشفع لك، لا كده غلط، لكن تتمنى يعني، او تستحضر نية انك تتزوج لتنجب الولد الصالح، يكون في مزين حسناتك، وإن وقع ما لا تحب، أي نعم، وإن وقع ما لا تحب يعني بموته مثلا، فهذا عندك لو تقول لنفسك: إيش، لا تحسبوه شرا لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا. لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فترضى بقضاء الله وقدره، فيكون هذا شفيعا لك يوم القيامة. اللي مات له طفل صغير هنيئا له، وإن كنا نتمنى البقاء والصحة والعافية والسلامة والصلاح، مش كده، لكن من أخذ منه شيء فليعلم أن هذا له فيه عند الله عظيم الفضل والأجر. حسبك قبضتم فريدة كبد عبد فلان، يقولون نعم، فيقولون ماذا قال، يقولون حمدك واسترجع، يقول إيش، ابن لعبد بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وهذا الغلام الذي أخذ منك سيكون يعني متعلقا بتلابيبك حتى تدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، أو بثيابك. نعم. قال: ومن فوائد النكاح التحصن من الشيطان بدفع غوائل الشهوة. صراحة كلام الإمام ما شاء الله، لقد كلام رائع جدا جدا جدا. طبعا الشيطان فقيه في الشر، ونحن نعلم أنه يرانا ولا نراه، ويأتي عن اليمين وعن الشمال، من الأمام ومن الخلف، فقيه في التزيين والوسوسة والأضلال والاستدراج، مش كده، وتهييج الشهوة، وفقيه في استعمال النساء تحديدا في تأجيج شهوة الرجال ليقعوا في المحرم. فيقول: لو لم يكن في الزواج في النكاح إلا أنك تحمي نفسك من العدو اللدود في هذا الباب، لأنك اكتفيت، عندك زوجة صالحة يعني عفتك وعفت نفسها، فأنت ضيقت هذا الطريق على الشيطان فيفشل معك، فهذا من اللطائف للإمام عليه رحمة الله. نعم. قال: وفيه ترويح النفس وإيناسها بمخالطة الزوجة. إيه رأيكم، ناس كتير ممكن ما تكونش مستعمل المعنى ده، لكن من آيات الله عز وجل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ليش لتسكنوا إليه، وجعل بينكم مودة ورحمة.
عارفين. ومن آياته يعني هذه آية من آيات الله عز وجل الدالة على عظيم حكمته وعظيم خلقه وعظيم قدرته أن جعل لك هذه الزوجة لتسكن إليها بعد عناء وإرهاق وعمل ومشقة، ترجع إليها تسلي عنك، تداعبها تداعبك، تلاعبها تلاعبك، فتزيل عنك الهموم والأحزان. عشان كده احنا لما قصرنا في تعليم نسائنا كما سيأتي، ما الذي عليهن وما الذي لهن علينا؟ لهن يعني أدينا الذي لنا عليهن، ولا نحن أدينا الذي لهن علينا، صح ولا لا؟ يعني بقت العملية الله المستعان، يعني تقصير من هنا ومن هنا. عشان كده لو 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 حضراتكم بس تفكروا ازاي ان هي يعني جعلت سكن تسكن به النفس، يسكن له القلب. سبحان الله، بالمودة والرحمة تكون قمة الراحة النفسية والطمأنينة والسكينة. هذا إذا كنا قد قمنا بدراسة الجدوى وعرفنا ما لنا وما علينا. أنت لما يجي تعمل مشروع بتعمل إيه؟ دراسة الجدوى، بتشوف كل المتعلق بالموضوع عشان تقدر تستفيد منه الاستفادة الكاملة. عشان كده لما فرطنا في هذا الأمر، مش عايز أقول لك إن أصبحت مصدر للنكد وللقلق وللهلع وللفزع وللمشاكل والاضطرابات، مش كده؟ يعني كتير من الناس بيهربوا من البيوت، يقعدوا على القهاوي ويلفوا على النواصي والشوارع، لأن مش لاقي السكن، مش لاقي المودة، مش لاقي الرحمة، وممكن يكون هو السبب الأكبر في ذلك. إذن هذا معنى لطيف أورده الإمام عليه رحمة الله. نعم، قال: ومنها تفريغ القلب عن تدبير المنزل والتكفل بما بما والتكفل به بشغل الطبخ والكنس والفرش وتنظيف الأواني وتهيئة أسباب العيش، فإن الإنسان يتعذر عليه أكثر ذلك مع الوحدة العزوبة يعني، ولو تكفل به لضاع أكثر أوقاته ولم يتفرغ للعلم والعمل. فالمرأة الصالحة عون على الدين بهذه الطريقة، إذا اختلاف هذه الأسباب شواغل للقلب. لكن لنا تعليق، الإمام بيقول يعني في الزواج إنها هتريحك موضوع الطبخ والأكل والشرب والتنظيف، مش كده؟ لأن الحاجات دي لو أنت لوحدك هتاخد منك جهد ووقت، هيكون على حساب شغلك وعلمك وتعليمك وأدائك لدورك كما ينبغي. فهي تقوم بسد هذا الجانب، لكن هذا يا إخواني لابد من توضيحه حتى لا نعطي الفرصة لأعداء الإسلام أن يلجوا من مثل هذه الأبواب. لأن البعض يعتبر أن الزوجة إنما جاءت لخدمته، لطعامه وشرابه ونظافة بيته وتربية أبنائه وكذا وحسب، وهو عليه أن يسعى ويكد للإتيان بالرزق والموضوع انتهى. لا، الموضوع ليس كذلك، العلاقة تكاملية تشاركية، فيها أدوار للزوج وللزوجة. أي نعم، هي إن قامت بخدمة زوجها بطبخ أو يعني إعداد أكل أو شرب أو تنظيف أو ما شابه ذلك تؤجر على ذلك، ولها أجر عظيم وفضل كبير بإذن الله تبارك وتعالى، وهي مدعوة لأن تقوم بهذا بنية تتعبد الله عز وجل براحة زوجها، يعني إعانته ليكون قادر على أداء ما كلف به من تبعات القوام التي أعطاها له المولى تبارك وتعالى. ولكن ينبغي عليك أن تقوم بمساعدتها، أن تكون عندك روح تشاركية عظيمة متى استطعت إلى ذلك سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا يصنع في أهله، قالت: كان في مهنة أهله، مهنة أهله صلى الله عليه وصحبه وسلم، حتى إذا أقيمت الصلاة في رواية كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، انصرف للصلاة. يعني كان في مهنة أهله، كان إذا دخل عليهم انتهى من مهامه من مسؤولياته مثلا في الخارج خارج الدار، ودخل يشاركهم فيما هم فيه، طبخ ماشي، كنس، تنظيف، ترتيب، أي شيء من باب
إدخال الفرحة والسرور من باب يعني عطائها، أنك فعلا تراعي هذا الجهد وتقدر هذا الجهد، لا شك هذا إخواني له أثر عظيم جدا جدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله يساعد نساءه فيما هن فيه ما تدخل عليهم، لكن إذا قيمت الصلاة خلص الموضوع انتهى. ولكن اليوم تعال بعض الشباب يتأفف، وبعض العادات والعرف والتقاليد تستنكر. إزاي أنت تقول لي أنا أشتغل معاه في البيت؟ يا أخي أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. مش تقول لي أبوي عمره ما عمل كده، ولا حد في العيلة عمل كده، ولا إحنا نعمل كده. طيب ما لي وبك ولي وعندك جفاء وعندك غلظة وعندك فظاظة وما عندكش رحمة ولا تقدير، عمل لك إيه؟ لكن شرعا لو تقدر مد إيدك، لو عدت مبكرا ساعد، حتى تشعرهم أنك معهم، حتى يؤدوا وهم يعني فرحين مسرورين مطمئنين لذلك. لكن مع الأسف الشديد كثير من الشباب لا يستوعب هذه المعاني، وبالتالي تجد الفجوة شديدة جدا. حتى أعطيت الفرصة للمنظمات النسوية ودعاة الدولة المدنية والعلمانيين والليبراليين، هؤلاء فريق واحد يعتبر، إلى الكلام الذي سمعتم، لا ما تطبخش، لا ما تنظفش، لا ما ترضعش، لا ما تعملش، لا، والترياقة بقى والكلام الساقط الغير مقبول. نحن لو عدنا إلى الوراء لرأينا وسمعنا عن أمهاتنا وعن جداتنا كيف كنا يصنعن مع عدم مساعدة بحكم عاداتنا وعرفنا وتقاليدنا. لكن مع هذا كنا يصبرن ويقدمنا وخرجنا الرجال وأهل الفضل وأهل العلم بفضل الله تبارك وتعالى. يبقى احنا نقول الموضوع ده محتاج فعلا بذل جهد في تعليمه للناس، لأن الباطل بيحاول يغذي المرأة أن تتمرد على كل هذه المعاني المشروعة. وبدأوا يأخذوا مثلا بعض الحاجات، النفقة مثلا والرضاع بثمن، كلام تهريج طبعا. هي إذا كانت في بيت زوجها يعني غير مطلقة ومعه عيشان في طمأنينة وسلام وأمان، يجب عليها أن ترضع أبنائها، إلا إذا كانت مريضة لا تطيق ذلك، فخلاص الأمر هذا في سعة، يأتي بمرضع، يأتي بلبن صناعي إلى آخره، ما فيش حرج. لكن متى تطلب الأجرة ولها الأجرة فعلا؟ إذا طلقت ورغبت أن ترضع له أبنائه برغبته هي، وإلا فهو المسؤول عن أرضاع أبنائه، يجيب لهم مرضع، يجيب لهم لبن، يتصرف. لو هي قالت نقبلهم خلاص الشريعة بتديها حق الحضانة ما لم تنكح. إذا نكحت يعني تزوجت، يبقى في تفصيل تاني شرعي مش يعني مجاله دلوقتي. لكن الشاهد إن الأمر يعني كما تطلعون وصلوا لمرحلة خطيرة جدا جدا. والسبب أننا نجهل هذه الأحكام الشرعية، ونأخذ يعني بالتوجيهات الشرعية. لا النساء تعلم، ولا نحن تعلمنا، ولا نحن قمنا بتعليمهن، وهذا يجب علينا كما سنبين ويشير إليه الإمام في بعض المعاني المهمة جدا جدا. نعم. يقول: ومن فوائده أيضا، أي النكاح الزواج، مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية. شو بقى الجمال والروعة؟ بيقول لك كأنك بتتدرب على تحمل المسؤولية. الولاية ليك والقوامة ليك، وانت المسؤول عن هذه الأسرة، عن هذه الزوجة، ماكل ومشرب وملبس وعلاج إلى آخر المعاني المعروفة، وأنت مطالب بالعمل والكد والأخذ بالأسباب المشروعة. وفي نفس الوقت مش تقول أنا برا وانت جوه، ومليش دعوة بيك جوه، وانت مليش دعوة بيا برا، أنا هنجيب وانت بس خليك قاعدة في البيت. لا، لازم يكون في تشارك بينك وبينه، وخصوصا في البيت، لأنها مسكينة بين الأربع جدران ومع الأبناء طوال الوقت، ومع يعني المسؤوليات الأخرى تحتاج منك إلى مساعدة. إن لم يكن في ما هي فيه مثلا في وقته، فعلى الأقل تقدير مساعدة في تربية الأبناء، في تعهد الأبناء، في رعاية الأبناء، إلى آخر هذه المعاني المهمة. هذه بعض السلف يقول هذه دورة تدريبية لك، تتدرب على قيادة الأسرة وتخريج اللبنات الصالحة
ويعني توظيف أفراد الأسرة لخدمة الدين دي مهمة عظيمة جدا. أنت بتعد كأنك كادر، كأنك قائد، بعد كده ممكن ما تقودش أسرتك بس، تقود أسر، تقود مجتمعات، تقود وطن. ليه؟ لأنك بتتدرب صح ونجحت في هذا الأمر، ممكن تنتقل إلى غيره. لكن اللي بيفشل في إدارة بيت هيدير حاجة تانية، ده من باب أولى لا يصلح. قال: والقيام بحقوق الأهل والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى منهن والسعي في إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن والقيام بتربية الأولاد، وكل هذه أعمال عظيمة الفضل. يعني بالنسبة لك أنت، شوف أنت بقى مسؤول عن الدخل، ومسؤول عن التربية والتعهد والمتابعة، ومسؤول ان انت ما تجيبش الحرام، تجيب الحلال بس، ومسؤول، شفت، خلي بالك، مسؤوليات عظام عظيمة جدا. لذلك لابد ان تقدر هي هذا المعنى، وتوقر هذا المعنى، وتعين على اداء هذا المعنى، وانت ايضا مطالب ان تقدر وان تعين ما هي فيه، وتقوم بإعانته على ما هي فيه، ليكون التكامل والتناغم الشرعي الذي يخرج أسرة مسلمة متكافلة متناغمة متعاونة على البر والتقوى، ده الأصل. نعم. يقول: وفضل الرعاية عظيم، وإنما يحترز منها من يخاف من القصور عن القيام بحقها، ومقاساة الأهل والولد بمنزلة الجهاد في سبيل الله. مقاساة يعني إيش؟ معاناة الأسرة وطلباتها وحاجياتها وبعض الحرفات اللي قد تحدث وبعض المشاكل وبعض الخلافات، دي معاناة، معاناة كبيرة، أمر مش سهل. بقول لك ده يوازي الجهاد في سبيل الله، فدورك عظيم جدا. يعني هو كأنه بيصبرك، يقول لك تخيل أنت دورك عظيم جدا، كانت هي بس بتقوم بالأشياء اللي ذكرناها في البيت، فأنت دورك أكبر وأعظم، فدورك ده تحفيذا لك جهاد في سبيل الله، لأنك عايز تطلع أسرة نموذج، أسرة مثالية آسرة تؤثر في الجيران وفي الأرحام وفي المجتمع، ويكون لها دور فعال من خلال أداء دورك كما ينبغي. نعم. ثم يقول الإمام: أورد مسلم، يعني الإمام مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، يعني في عتق رقبة في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك. شفت بقى، شفت بقى أنت في جهاد ولا مش في جهاد؟ تخيل المعنى، يعني شيء رائع جدا جدا، لتحرص على يعني النية الصالحة في إدارة هذا الموضوع. قال الإمام: فصل في النكاح آفات. اللي عدد كله فضائل وفوائد، صح؟ بقولك في آفات، في مشاكل، في نتوءات، في حاجات صعبة، طب هتتعامل معها إزاي؟ هتخرج منها إزاي؟ يقول: أقواها، أقوى آفة يعني في الزواج، من نتيجة الزواج يعني، العجز عن طلب الحلال، فإن ذلك يصعب، فربما امتدت يد المتزوج إلى ما ليس له. عارفين يقصد ايه؟ هو يقول لك في آفة، في ناس ما بتعرفش تتصرف، ما بتعرفش تصبر، ما عندهاش الورع، ما عندهاش التقوى، فلما يتجوز عايز يجيب لعياله كل حاجة، وهو ممكن إمكانياته على قد وما معهوش، فعشان يظهر بمظهر الرجل والقادر، فبيعمل ايه؟ ممكن يمد يده للحرام، ممكن يكذب، ممكن ينافق، ممكن يسرق، ممكن يغش، ممكن ينصب. يعني تخيل يسرق، يرتكب المحرمات، يقول لك ده دي آفة كبيرة، خلي بالك منها، اوعى تمد ايدك للحرام. نعم. الثانية، أي الآفة الثانية، القصور عن القيام بحقوق النساء والصبر على أخلاقهن وأدائهن، وأدائهن، نعم. وفي ذلك خطر، لأن الرجل راع وهو مسؤول عن رعيته،
يعني بقول لك الخوف من الموضوع ده ان انت تتجوز بس ما تديش حقوق النساء ليها. ومن اعظم حقوق النساء ان انت تصبر على اذاهن، اذاهنها لك، يعني كيف تصبر على اذى امرأتك لك، صبر من اجل الاجر والثواب لله تبارك وتعالى واستقامة الامر. نعم، لأنك راع ومسؤول عن هذه الرعية. الآفة الثالثة أن يكون الأهل والولد يشغلونه عن ذكر الله عز وجل، فينقضي ليله ونهاره بالتمتع بذلك، ولا يتفرغ القلب للفكر في الآخرة والعمل لها. يعني هذا انذار خطر. في ناس بيحب أهله مش حرام، بيحب أولاده مش حرام، بس بينشغل بهم أكثر من المطلوب على حساب الواجبات والحقوق، فيفرط يقع فيما لا يحمد عقباه. والمولى عز وجل ينادي علينا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لو لهوك وشغلوك أولادك وأموالك عن ذكر الله فلا شك أن هذا من الخطر بمكان. احذر أن تكون كذلك. البعض يقول أن الولد مبخلة ومجبنة، مش كده؟ خلي أبوه بخيل عشان يوفر له، ومجبنة يعني يجبن عن أشياء كثيرة لخوفه على أبنائه. مع أن البعض يعني من فرط حبه لأبنائه قد يفعل أي شيء، كما مر بنا في تناول الحرام لتوفير ما يحتاجون، من تعامل بربا وبيع محرمة إلى آخره. وليس هذا مبررا لترك الزواج والإنجاب، بل للفوائد السابقة من الزواج والإنجاب دافع وحافز لك أن تحرص على الزواج وعلى الإنجاب كما قلنا، تعبدا لله تبارك وتعالى، تبركا بالولد، ويعني المعاني الفوائد التي أشار إليها الإمام وبيناها. ثم الأخذ بأسباب حفظ الذرية كما ينبغي من تقوى الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعملوا إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والتقوى تنفع الذرية، وكان أبوهما صالحا. والآيات في الباب كثيرة جدا جدا. نعم، يقول: فهذه أي الآفات التي جاءت بعد الفوائد والفضائل مجامع الآفات والفوائد. ثم ينتقل فيقول: فالحكم على شخص واحد بأن الأفضل له النكاح الزواج يعني أو العزوبة مطلقا مصروف على الإحاطة بمجامع هذه الأمور. زي ما قلت لك بدري، تعمل دراسة جدوى وتشوف إمكانياتك وقدراتك، وتشوف إن ده مشروع كبير، مشروع مستقبل أمة، إذا لابد أن تكون مستوعبا ومتعلما ومستحضرا للنية ولما قد تلاقي في الطريق. نعم، يقول: هو مع ذلك شاب يحتاج إلى تسكين الشهوة، ومنفرد يحتاج إلى تدبير المنزل، فلا شك أن النكاح أفضل، وإن انتفت هذه الفوائد واجتمعت الآفات فتركه أفضل. وهذا في حق من لم يحتاج إلى النكاح، فإن احتاج إليه فإنه يلزمه الورع. فصل. قال: ويعتبر في المرأة لطيب العشرة أمور، أحدها الدين، يعني من الأشياء التي ترغب في حسن العشرة أو تقرأ العشرة يعني الدين، وهو الأصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بذات الدين، لعله يقصد الحديث المشهور في الصحيحين: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. عارفين يعني ايه تربت يداك؟ يعني لو ما خدتش صحبة الدين التصقت يداك بالتراب، كناية عن الفقر والعوز والحاجة. يعني كأنها لو ما عملتش كده هتفتقر لو اخترت لغير الدين،
لازم يكون الاختيار للدين. نعم نعم. يقول: فإذا لم يكن لها دين أفسدت دين زوجها. دي نصيحة للشباب اللي لسه بفكر يتجوز، بقول لك أنا أخدها وبعد كده تلتزم. لا، أنت هتاخدها وبعد كده أنت اللي هتتفلت، هتمشي وراه. يعني هي برضو بتقول لك أنا ناخده بعد كده أجيبه سكة، فمين هجيب التاني سكة؟ هي اللي هتجيبه سكة. فاتق الله في نفسك، فاظفر بذات الدين وإلا تربت يدك. يعني كأنها فيها يعني تحذير وتخويف. نعم. قال: وإن سلك سبيل الغيرة لم يزل في بلاء وتكدير عيش. لأنه أخذها بغير اختيار صحيح، يعني على غير الدين، فقد تدخل عليه الغيرة الغير محمودة كما سيأتينا التفصيل فيها، فيكون هذا خطر وبال عليه. نعم. الثاني يعني تنكح المرأة أيضا. قال: حسن الخلق، فإن سيئة الخلق ضررها أكثر من نفعها. معنى مهم جدا جدا جدا، حسن الخلق والاختيار على هذا المعيار وهذا المقياس، وهذا من الدين يا أخواني، لأن الدين حسن الخلق كما قلنا في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني وإنك لعلى دين عظيم. وكما قلنا الحسن البصري أورد في مراسيله الرجل يقول: ما الدين يا رسول الله؟ قال: الدين حسن الخلق. فذات الدين هي صفة حسن الخلق، لكنه كأنه يخص الذكر هنا الدين ككل، لكن يذكر حسن الخلق لأهميته. وإلا فمن رضي بسيئة الخلق فلا شك هذا خطر عظيم جدا جدا جدا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم. عارفين منهم مين؟ صاحبنا ده لديه أو عنده أو تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلق. حاول، مش هنقوله بقى عشان الناس ما تستعجلش، حاول وصبر ومرة واثنين وثلاثة ووجد أن سوء الخلق ديدا لها. هذا اسمع الحديث: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم. الشاهد: ورجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. والثاني بالمرة عشان معلومة مهمة جدا، له دين ولم يشهد عليه. الهدين عند واحد وما جابش اثنين شهدهم عليه ولا كتب، ده دعوته مش هتستجاب، انه اهمل في حق نفسه. والثالث مين؟ ورجل اعطى ماله لسفيه، واحد سفيه اداله مال تجر له فيه. ده انت البعيد، انت اللي عملت كده في نفسك. نعم. قال: الثالث حسن الخلق، يعني الشكل المشهد المنظر بتاعها يعني. قال: وهو مطلوب إذ به يحصل التحصن. ولهذا أمر يعني الشاب حينما يتزوج والرجل عموما، ولهذا أمر بالنظر إلى المخطوبة. وقد كان أقوام لا ينظرون في الحسن ولا يقصدون التمتع، كما روي أن الإمام أحمد رحمه الله اختار امرأة عوراء على أختها التي ليس بها شيء، إلا أن هذا يندر والطباع على ضده. وأنا أقول إخواني، الأئمة الأعلام لزهدهم وورعهم كانوا يعني يتعبدون عز وجل بعبودية مخصوصة مش موجودة دلوقتي كتير، اسمها عبودية إيه؟ جبر الخواطر، مراعاة الناس المكسورة، الناس اللي يعني دي ما حدش هيقبل عليها، ما حدش هياخدها. انتوى أن يدخل إلى قلبي الفرحة والسرور تعبدا، مش مدورش على، لكن على الجملة أنتوا كشباب لازم تنظر ولازم يكون في قبول وإيجاب عشان ما يحصلش المشاكل بعد كده. وبنات الناس مش، لا انظر مرة ولك اثنين ولك ثلاثة تنظر حتى تطمئن، بعد أن تستشير وتستخير الخالق سبحانه وتعالى تأخذ القرار. نعم. الرابع خفة المهر. قال: وقد زوج سعيد بن المسيب عليه رحمة الله ابنته بدرهمين. حد يعمل كده دلوقتي؟ يا نهار أبيض، لا والله. وقال عمر رضي الله عنه: لا تغالوا في مهور النساء.
أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. السنة في النكاح كما ذهب جمهور أهل العلم، هذا منقول عن المالكية والشافعية والحنابلة وفي قول عند الأحناف، على تخفيف المهر وعدم المغالاة، استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من يمن سعادة، يعني إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها، يعني من 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 دواعي سعادتها وهناها واستقرارها أن يكون الخطبة بسيطة وسهلة والمهر خفيف وسهل ويسير. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره، اللي هو بسيط بدون تكلف. وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة أيسرهن مهرا، وفي رواية أيسرهن صداقة، وفي رواية أيسرهن مؤنة، يعني كلفة. إيه رأيكم؟ في حد يفكر بالمعنى ده؟ ولا الشروط التعجيزية التي نفرت الشباب وأعجزت الشباب، ما أقولش نفرت، عجزت الشباب، مش قادرين مش لاقيين، وبالتالي ما المخرج؟ الشيطان يتدخل، شياطين الإنس، وطبعا الغرب شغال، والمواقع والصفحات والإعلام المرئي والمقروء والمسموع تؤجج الشهوات فتفرغ في الحرام لأنه مش لاقي. ولذلك نصيحة لأولياء الأمور، تيسير المهر وعدم المغالاة من الدين ومن البركة ومن اليسر ومن اليمن ومن الخير لابنتك أن تيسر لها. فهذا والله يا أخواني فيه يعني فوائد عظيمة جدا جدا جدا. قال الإمام عليه رحمة الله وكما يعني تكره المغالاة في المهر، أنت يعني من جهة المرأة، يكره السؤال عن مالها من جهة الرجل. عارفين يعني؟ يعني احنا بنقول يكره أن يكون في مغالاة في المهر، ويكره لك أنت أيضا تسأل هي بنت مين، معاها فلوس ولا معاهاش، وضعها إيه، عندها جايبة إيه، محوش إيه، مالك أنت ومال الحاجات دي، ده كده غلط عشانك، لا يجوز. يعني أنت داخل على طمع ولا إيه وعايز إيه يعني؟ يعني الموضوع ده في الحقيقة يدل على علامات استفهام. يبقى أنت ما إحنا بدري قلنا تنكح المرأة إيش؟ انتبه، يعني لأربع اللي إحنا قلناها، ما فيش لمالها دي بقى يعني تذكر عند البعض، بس هي مذمومة، يعني يكون خارج بس عشان المال، والله في أثار ما تزداد بذلك إلا فقرة، أو كما قال الأثر إن صح الرفع يعني. نعم. قال الثوري، يعني سفيان الثوري عليه رحمة الله، إذا تزوج الرجل وقال أي شيء للمرأة فاعلم أنه لص. عارفين بيقول إيه؟ ولو جاي يسأل عندها إيه؟ يعرف إن ده لص، جاي عايز إيه؟ بيسأل عندها فلوس ولا لا؟ لا إله إلا الله. الخامس البكارة، أن تكون بكرا، لأن الشارع ندب إلى ذلك، ولأنها تحب الزوج وتألفه أكثر من الثيب، فيوجب ذلك الود، فإن الطباع مجبولة على الأنس بأول مألوف، وهو أيضا أكمل لمودته لها، لأن الطبع ينفر من التي مسها غيره. يعني هذا فيه ترغيب في نكاح البكر، لكن ليس هذا على عمومه، فقد توجد الثيب التي أدين من البكر وأصلح من البكر فلا ترد لهذا المعنى، ولكن هذا قد يكون واقع عند الناس. لكن أنت رغبت أيضا في نكاح البكر، لكن متى وجدت الثيب على دين وخلق وصلاح فلا تؤخرها ولا تقدم عليها. السادس أن تكون ولودا لتحصيل الفائدة،
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.